السلام عليكم ومرحبا بكم مع تمرين من تمارين دروس الرياضيات ومع درس تطبيقات لي زابليكاسيون. نبداو بهذا التمرين هذا، سوا اف لابليكاسيون اف ديفيني من لونسومبل ار بريفي دو موانز 1 فيغ ار اسوسي اكس ا اكس كاري بلوس 2 اكس سور اكس كاري بلوس 2 اكس بلوس 1. السؤال الاول مونتري كو بور توت اكس ابارتيان ار بريفي دو موانز 1 اف دو اكس انفير ستريكتمون 1. Petit b, f est-elle surjective? Montrer que, deuxième question, montrer que pour tout x appartient à r privé de moins 1, f de moins x moins 2 égale à fx. Petit b, f est-elle injective? Troisièmement, soit g la restriction de f sur moins 1 plus l'infini. Montrer que g est une bijection de moins 1 plus l'infini dans moins 1, 1. Déterminer g moins 1, c'est-à-dire sa bijection. B, déterminer g-1 de 0 et g-1 de 3. Donc, التمرين هذا بالنسبة للتلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم رياضية. إذن على بركة الله، أول حاجة من خلال قراءة الأسئلة اتضح لنا أنه السؤال الأول عبارة عن واحد المتفاوتة واللي خصها تكون محققة مهما يكون x ينتمي إلى r بخيفي دو موانز 1. يعني خصنا نبينو في السؤال الأول on doit montrer que لكل x يعني ينتمي إلى r محرومة من ناقص واحد أن fx تكون أصغر من واحد، يعني واش هي أصغر من واحد؟ نعم، إذا نبدأ على بركة الله. إذا طريقات الإجابة هي كالتالي. إذا أول حاجة خصنا ناخذ واحد العنصر، يعني on va fixer يعني واحد لا كونستانت x من هاد المجموعة هذه اللي عطاونا. إذا سواء x appartient à r privé de moins 1. مزيان، اذا غنبداو نحسبوا باش نوصلوا لهذه النتيجه هذه. غنحسبوا الفرق، اذا نحسبوا الفرق اف اكس ناقص 1 ونشوفوا واش هو سالب ولا لا. دونك طبعا خصو يكون نتيجه سالبه قطعا باش يكون هذا الفرق اصغر قطعا من صفر، وبالتالي اف اكس اصغر من 1 في التعميم النهائي. اذا غنعوضوا اف اكس حسب المعطيات هي اكس اس 2 زائد 2 اكس على x أس 2 زائد 2 x زائد 1 ثم ناقص 1. نرجع للسطر ونوحد المقام. إذا أنت تلاحظوا المقام الموحد هنا هو x أس 2 زائد 2 x زائد 1، وهنايا غادي نحافظوا على البسط الأول اللي هو x أس 2 بلوس 2 x ونكتبوا موه اونتر بارونتيز. إذا غانوفا ملتيبلي هاد موان هاد أن هادي في هادشي كامل، يعني هي x كاري بلوس 2x بلوس 1. ممكن ان البعض انه مباشرة يضرب ناقص 1 في اكس مربع ويعطيه ناقص اكس 2 ثم ناقص 1 في ناقص 2 اكس، في 2 اكس هي ناقص 2 اكس ثم ناقص 1 في 1 هي 1. ولكن انا ارتأيت انه باش ما نرتكبوش اخطاء فقط نضرب 1 في هذا العدد ونوضع الاقواس. المرحلة الموالية غنزول الاقواس او غتولي عندي اكس 2 زائد 2 اكس ناقص x مربع. اذا القاعده ديال ازاله الاقواس كل شيء كيعرفها، كنكتب المقابل للحدود اللي بداخل الاقواس. هادشي كامل قسمه x مربع زائد 2x زائد 1. اذا كيف ما تلاحظوا اول حاجه ملي كنحيدوا الاقواس وكنشوفوا الحدود المتقابله لي تيرم كي سون اوبوزي بيان سور اي لون ا دو x كاري موان x كاري اي دو زوتر 2x موان 2x. دونك كيس كيل نو ريست il nous reste موانز 1 ناقص 1 على x أس 2 زائد 2 x زائد 1. إذا هذا التعبير هذا اللي لاحظتو معايا فهو سالب قطعا، البسط سالب قطعا والمقام موجب. كيف عرفت أن المقام موجب؟ راه طبيعة الحال هو متطابقة هامة، هي x زائد 1 الكل مربع. كنعرفوا بأن x يخالف ناقص 1 يعني معمر المقام ما غينعدم، هذا التعبير أصغر قطعا من صفر. إذا لا كونكلوزيون دونك نكتب pour tout x appartient à R privé من موانز 1 fx، puisque الفرق مع واحد صغر من صفر يعني أن fx صغر قطعة من صفر. La question petit b اللي كتطرح غالبا في النوع من الأسئلة ملي كيبينوا لك بأن f يعني أكبر من واحد العدد أو أصغر من واحد العدد، انتبه لمجموعة الوصول. مجموعة الوصول في التمرين كانت عندنا هي R،
وبالتالي كتلاحظ بان ار راه مجال ناقص لا نهايه زائد لا نهايه. اما اف اكس هنا فهي فقط كتوقف عند واحد، يعني اف اكس صغر من واحد. وبالتالي إذا خدينا مثلا واحد المعادله اف اكس كتساوي مثلا اثنان، فهنا هذه المعادله هذه ما غيكونش عندها حل، يعني لا فونكسيون يعني غتكون ني با سوجيكتيف. مفهوم؟ تنظن ان هذه المساله واضحه. اذا غنمونطريو بان اف، سولونا اف ايتيل سوجيكتيف، ايتيل سوجيكتيف؟ بيان سور كو نو. يعني بور اف اكس ايغال ا 2، يعني هاد ليكواسيون نا با دو سوليسيون. دونك ليكواسيون نا با دو سوليسيون، ليس لها حل او ليس لها حلول، بويسك اف ديال اكس راه اصغر قطعا من واحد كلكو سوا اكس، يعني كينتمي للار بريفي دو موان زان. ندوزو دابا للسؤال رقم جوج، واللي قالوا لنا فيه بوتيتا مونتري كو بور توت اكس ابارتيان ار بريفي دو موان زان، ان هاد المتساويه موجوده، يعني اف ناقص اكس ناقص اثنان ايغال اف اكس. اذا هذا السؤال هو سؤال كلاسيكي، يعني كيتعاود بزاف، والغالب انه كيكون متبع بالسؤال اف هل هي انجكتيف ولا لا. اذا فقط نستعمله كيف ما استعملنا السؤال ا في السؤال الاول. اذا غادي نبداو من هذا الطرف ونحاولوا نوصلوا لهذا الطرف هذا. اذا عندنا اف اكس، كنعرفوا بان اف اكس ايغال اكس كاري بلس 2 اكس على اكس كاري بلوس 2 اكس بلوس 1. اذا غنمشيو نحسبوا ليماج دابا ديال موان اكس موان 2. اي موان اكس موان 2 غتساوي لينا، اذا غنعوضوا اكس ب ناقص اكس ناقص 2. اذا كيف ما تلاحظوا انا غنستعمل لي بارونتيز. ايضا هنا باش نوضح الفكره، اذا هنا غتولي ناقص اكس ناقص 2 مربع زائد اثنان في ناقص اكس ناقص اثنان، وهنا ناقص اكس ناقص اثنان مربع زائد اثنان ناقص اكس ناقص اثنان ثم زائد واحد. سنزيل الاقواس باستعمال قواعد النشر، يعني باستعمال المستطابقات الهامة هنا وهنا قواعد النشر. ناقص اكس ناقص اثنان الكل اس اثنان تساوي اكس مربع، ناقص اثنان في ناقص اكس في اثنان هي زائد اربعة اكس، ثم زائد اثنان اس اثنان يعني زائد اربعة، ثم ناقص اثنان في اكس هي ناقص اثنان اكس، ناقص اثنان او اثنان في ناقص اثنان هي ناقص اربعة الكل على هنا. ايضا ننشر اكس اس اثنان زائد اربعة اكس زائد اربعة ناقص اثنان اكس ناقص اثنان زائد واحد. النتيجة غادي تولي تساوي، هنا لاحظوا أنه عندنا حدين متقابلين هما زائد ربعة وناقص ربعة. النتيجة تصبح إكس أس اثنان، هنا اثنان إكس أو أربعة إكس ناقص اثنان، النتيجة تعطينا زائد اثنان إكس على، وهنا إكس مربع أربعة إكس ناقص اثنان إكس تعطينا زائد 2 اكس، و 4 ناقص 2 هي 2، عذرا هنا ماشي 2، 2 في ناقص 2 هي ناقص 4. اذا غتختزل هنا ناقص 4 مع زائد 4 وغتبقى لنا زائد 1. اذا النتيجة زائد 1، وبالتالي هذه هي اف اكس تساوي اف اكس، وبالتالي وصلنا للنتيجة. نمر الان الى السؤال الموالي. السؤال الموالي يقول هو بتي بي اف اتل انجكتيف. نذكروا بعدا شنو معنى انجكتيف.
انجكتيف يعني كنقولوا اف اي انجكتيف سي الا خدينا جوج العناصر يعني الا خدينا جوج العناصر مختلفين جوج العناصر مختلفين اكس و اكس بريم يعني كينساميو مجموعات الانطلاق ولتكن مثلا بحال هنايا من اخ بريفي دو موانز مثلا غنلقاو بان الا كانت اكس بطبيعه الحال اكس ديفيرون دو اكس بريم فهذا يعني ان عندهم صورتين مختلفتين اذا اف ديال اكس غتكون ديفيرونت من اف ديال اكس بريم. شنو هو العكس ديال هذه او النفي ديال هذا التعبير؟ يعني انه الا كانت اف ني با انجكتيف اف ني با انجكتيف يعني انها ليست تباين او ليست تطبيقا تباينيا يعني يوجد اكس و اكس بريم كينساميو الاخ بريفي دو موان زان كيكون عندنا اكس مختلف على اكس بريم وصور متساوية يعني اف اكس كتساوي اف اكس بريم. اذا حنا خصنا فقط هنا نعتمد فقط على الملاحظة. لاحظ مزيان بان لكل اكس اذا عندنا في المعطيات لكل اكس كينسامي الاخ محرومة من ناقص واحد عندنا اف ناقص اكس ناقص اثنان كتساوي اف ديال اكس. يمكن لك تختار اي عدد هنايا في بلاصه اكس مثلا بوغ اكس ايكال زيرو غنلقاو بان اون اف ديال ناقص جوج كتساوي يعني ناخدو بوغ اكس ايكال زيرو زيرو. اذا كاين في هذه المجموعه ديال اف ديال ناقص جوج غتساوي اف ديال زيرو و ناقص جوج يعني موان دو ديفيرون زيرو الوغ اف ني با انجكتيف الوغ اف ني با انجكتيف يعني ماشي ابليكاسيون انجكتيف ليست تطبيقا تباينيا. السؤال رقم ثلاثة. بالنسبة للسؤال ثلاثة soit j'ai la restriction de f sur moins 1 plus l'infini يعني ان j غيتكون هي قصور ديال تطبيق f على المجال ناقص واحد زائد لا نهاية و سؤال montrer que j est une bijection يعني انه تقابل de moins 1 plus l'infini dont moins l'infini 1 est déterminé j moins 1. باش نبينوا ان j est une bijection اذا خصنا نحلوا واحد المعادله خص يكون الحل وحيد يعني x المجهول خص يكون وحيد في هذاك المجال اللي عطاونا. بحال مثلا هنا قال لك j est une bijection من moins 1 plus l'infini dont moins l'infini 1 يعني انه مهما يكون y من مجموعات الوصول خصنا نلقاو عدد وحيد من مجموعات الانطلاق مرتبط به بحيث ان الصوره ديالو هي ايكغيك. اذا بصيغه اخرى عفوا سوا ايكغيك ابارتيان ا موان لانفيني ا ريزولفون ليكواسيون ايكغيك ابارتيان ا موان 1 بلس لانفيني اف دو اكس ايكال ايكغيك. اذا هاد المعادله هادي اذا ماذا ستكافئ؟ ايكيفالون اكوا؟ كتعرفوا بان اف دو اكس هي اكس اس 2 plus 2x le tout divisé par x au carré plus 2x plus 1 égale y. حنا غنحاول نكتبو x بدلالة y. المشكل اللي عندنا هو ان عندنا x في البسط ومقام اذا غنحاولوا اننا نحيدوا يعني x من البسط وذلك بإضافة واحد العدد اللي هو واحد وطرحه باش نقدروا نقسموا هذا الكسر الى كسرين استدير اون ليكريغ اون ليكري سو فورم دو دو فراكسيون سون دو فراكسيون. كيف ذلك؟ لاحظوا معايا بان هذا الكسر هذا هو اكس مربع بلس 2 اكس بلس 1 لو تو ديفيزي بار اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 موان 1 سور اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1. إلا وحدنا المقام وديجا المقام هنا راه موحد وجمعنا البسطين يعني درنا الفرق ديال البسطين غنلاحظوا بأن واحد غتمشي مع ناقص واحد وغنرجعوا فين كنا يعني غتولي تساوي إنكغيك. إذا لاحظوا أن هذا التعبير هذا غيعطيني واحد هاد بخوميييغ إكسبرسيون أن موان زان سيغ هاد الإكسبرسيون اللي كاينة في المقام راها إيدونتيتي روماركابل هادي إيدونتيتي روماركابل وغتعطينا بالضبط إكس بلس أن لو تو أو كاري
x plus 1 le tout au carré. هادشي كامل غيساوي y. حنا دابا ولات عندنا x مكتوبة قربنا النتيجة، يعني ما بقاش عندنا x مكتوبة بسطا ومقاما ولكن فقط في المقام، ما كاينش إشكال، إذا يمكن نتعاملوا معها بسهولة. غادي نديو هاد واحد للطرف الثاني ونحيدو الموه، إذا غتولي عندنا 1 سور x بلوز 1 او كاري، ديجا عندنا موان هنا، غتولي هي إيكغاك موان 1، جبنا واحد حدا إيكغاك. من بعد غادي نحيد هاد الموان، يعني غنضرب كلشي في موان 1، غتولي عندي 1 سور x باردون 1 سور x بلوز 1 او كاري غتساوي 1 موان إيكغاك. يكافي هنا غادي نجيبو هاد 1 موان اكس لتحت في المقام ونديو هاد المقام لتما، تولي عندي 1 سور 1 موان ايكغاك غتساوي اكس بلوز 1 او كاري. من بعد غندخلو الجذر المربع باش نتخلصو من الاس، اذا تولي تكافئ اكس بلوز 1 اون فالور ابسولي، ملي غندخلو الجذر غتولي فالور ابسولي كتساوي 1 سور راسين كاري ديال 1 موان إيكغاك. كنعرفو بأن إكس راه كينتمي للمجال في الديبار خديناه في موان زان بلوس لانفيني، يعني إكس كينتمي موان زان بلوس لانفيني، يعني إكس كبر قطعا من ناقص واحد، يعني إكس زائد واحد كبر قطعا من صفر، وبالتالي يمكن لينا نحيدو القيم المطلقة ونكتبو إكس تساوي هاد زائد واحد غتبقى زائد واحد، ونجيبوها لهاد الطرف تولي موان زان بلوس 1 سور راسين 1 موان إيكغاك. إذن تنعرفو بأن أون 1 سور راسين 1 موان إيكغاك راه كبر قطعا من صفر، ألوغ إلا نقصنا واحد غيولي ناقص واحد زائد واحد على راسين 1 موان إيكغاك كبر قطعا من ناقص واحد، ألوغ إكس ينتمي، إكس اللي لقيناه كيساوي موان زان بلوس 1 سور راسين 1 موان إيكغاك، هذا راه كبر من ناقص واحد. إذن لقينا حل للمعادلة، وبالضبط حل وحيد، إذن إكس كينتمي لناقص واحد بلوس لانفيني، وحل وحيد يعني غنكتبو تعميم، مهما يكون إيكغاك ينتمي إلى مجموعة الوصول واللي هي موان لانفيني 1، يوجد إكس وحيد كينتمي للمجال موان زان بلوس لانفيني تيل كو إف إكس كيساوي إيكغاك، دونك أو بيان دو جي إي إنجيكتيف. داكوغ، هنا تعاملت مع اف، مي اف راه هي جي بيسكو دونك نقولو جي داكوغ، اذا هادي حيتاش جي راه هي لا ريستريكسيون ديال اف، يعني نفس الصيغة غير المجال اللي خدينا اشتغلنا عليه يعني اصغر من المجال الاصلي اللي كان عندنا في الاول، هو اير بريفي من موان زان، اذا هي ايتيون بيجيكسيون ولا اي بيجيكسيون. اي بيجيكسيون. دابا غنحدو سا بيجيكسيون ريسيبروك، سا بيجيكسيون ريسيبروك، سا بيجيكسيون ريسيبروك اي جي موان زان. اذا كيف ما تتلاحظوا السؤال اللي درناه باش بينا انها بيجيكسيون هو اللي غيعاوننا باش نلقاو لا بيجيكسيون ريسيبروك. جي موان زان غتكون معرفه من الانترفال موان زان بلوس موان زان موان لانفيني 1 نحو الانترفال موان زان بلوس لانفيني، اذا من موان لانفيني موان لانفيني 1 فيغ موان زان بلوس لانفيني، وغن أنصوصيو إكس لي
moins 1 plus 1 sur racine 1 moins x. هكذا يعني ما كان y ناخذ x. هذه هي f moins 1 de y. alors وصلنا الجواب. دابا غادي نحسبوا السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو petit b بغينا نحسبوا g moins 1 de 0. اذا g moins 1 de 0 غادي نعوض فقط. اذا هي moins 1 plus 1 sur racine 1 moins 0. اذا هي moins 1 plus 1 égale 0. ثم g moins 1 de 3 هي moins 1 plus 1 sur racine 1 moins moins 3 هي 1 plus 3 تساوي moins 1 plus 1 sur racine 4 هي 2 c'est moins 1 demi. et voilà. كملنا التمرين ونتلاقاو في تمرين اخر ان شاء الله. اللي عندكم شي سؤال ديروه في كومونتير، واللي عندكم شي طلب مرحبا.